كيفكم حبايبي؟ شلونكم؟ كيف اخباركم؟ شو بتسوون هلا؟ الحين راح نروح للمعهد الموسيقي نلتقي باصدقاء وبرفاقي عشان نتدرب على موسيقى وعلى اغاني. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم. ايش نطريق معكم دابا؟ غنمشي للمعهد الموسيقي نتلقى شي دراري، خصني نمشي دابا، ومن بعد نشوفو الفلوغ. مهم نشوفو الفلوغ كي غيدوز هاد النهار. يلا خليكم معايا، ما تمشيو فين. بيس. كيش البرد، شنو غنديرو دابا؟ غادي ولا بلاش؟ نو طويلة ولا ني مزيان كوبوي. الله نهزو هذا ونتحركو تهلاو. بيس. مزيان تحركو كلشي مقاد. انا واحد الدري صغير، واحد المينور كاسر في السطح، كاسر غيديونا نوض اخي نوض سير معانا. هذا ماشي قاصر، طارق الجيتاريست. يلا درت كارلوس معانا، غندير لك انت معانا. اخو طارق. قلنا سميت قدم رياض. رياض ضغلي جيتاريست، عنده 15 عام وعنده اللحية. شوف اعطيني اللوجيك. اعطيني اللوجيك. شو انا عندي 16 عام اللحية ما ناضت؟ شنو هادشي؟ علامة البلوغ وعلامة شنو ليا؟ علامة الساعة اخويا، علامة الساعة، فهمتي؟ اش يدير؟ تصورنا فهمتي، انا تتلف لهم كلشي زعما، انا فهمتي تتلف لهم كلشي، انتوما راكم تلفين كاع. عنيونا وما باغيش تسجل، واش ما باغيش تخدمو؟ كتصور مزيان راه ما غاتخلصوش. ناكش لي فاش لوطا كاي خويا، والله كنت معاه في فاس صرفت عيطو. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال يقول لي ده صحيح يا جدع. انت سمعت ليه يا منصور؟ ده هو اللي ده صحيح بقى. زي ما هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي
اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا احنا مقصرين. احنا راه مقصرين ماشي شي نصيبو في شي كليب ولا شي حاجه. قبلوا على بيونس سير بدا سير بدا اختي سير بدا هاي تسمع الباطري في الفيديو تيري صايب وانا في عشان واحد الوطايب تهمتيني قلتي داير رايح هادي هذا اللي تتوحشها في خطري نغرها ضربة واحدة قطعو خبارها واسرالي واش اسرالها عيشتيني في الدور حيا عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحال مبغاش عليا يفوت هرائي هرائي بغيتي الكمال وقلتي لي صاي وانا في عشقك وحدي نبطاي تهمتيني قلتي داير رايي ها قلبي ها وادي نتوحشها في خطري نلغالها ضربة وحدة نقطعو اخبارها وصرالي واش صرالها عليه العشرة ما يعاودش الهضرة يكون راجل لمرة بزاف على دربي تي باغية واحد يكون دمه بارد ساكتي ما جامد تغلطي ما يدويش ديكاس لولاد حسان ولاد ديبو سلا فهمت اخوكم حروش دائما في القلب احنا في تمارا شوف طنوبيلات والسنافر حروش فهمتي حروش والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال والله شنجي والوسة تقول لنا نبطو نبطو وفين احنا خارجين كملوا لتحت كما تشوفوا اخوتي فاش هبطنا لتحت لقينا بعز العرب اللي كيعزف الفيولو وريحنا شويه مع بعضياتنا ومن بعد تحركنا
قلبنا شعبي تن امبروفيزي في الشعبي اصل العرب خدام معانا. مع خويا كيتسمع ليكم بزاف كيما كتشوف داكشي علاش ما كتسمعش الالات واضحين بزاف. اعذرونا كما شو اخوتي جا السيد اللي مقابل معاد قالنا خصنا نخرجوا مشى الحال وما ريحناش بزاف كما شو ارتجلنا كنا امبروفيزينا شويه لقينا الدراري صدفه بيناتنا مع عز العرب حتى من بعد تكون شي حاجه احسن. كما شو اخوتي كنت تنسجل كنت تنتريني شويه على ديك داك الشونسون اللي خدمنا قبيله ديك الاغنيه ديال انتي سبابي كتعجب الدراري وكيبغيو يخدموها بلا غيتار وانا حاولت نخدمها بالبيانو باش نبقى ندخلها معاهم. المهم ما نطولش عليكم الهضره الهضره نخليوها من بعد الفيديوهات اخرين غيكونوا فيديوهات غنبدا نناقش فيهم بعض المواضيع ولي فلوغ غنخليهم غير فاش يكون هكا شي خرجه الكونسيرفاتوار المدينه شي بلاصه مشينا ليها نصورو حتى لهنا ولا شي ايفينمون حتى لهنا نخليكم ما نطولش باش ما يجيش الفلوغ طويل. نتمنى يكون الفلوغ عجبكم ما تنساوش لايك الفيديو وتابوناو في لاشين الا كنتي اول مره كتشوفني قناه مهدي ولا دير سبسكرايب ابوني اشتراك باللغه العربيه اللي عندهم باليوتيوب باللغه العربيه وما تنساوش تدخلوا لاباج فيسبوك غندلو فيها دي فوتو ودي دي زارتيكل نكتب دي زارتيكل حتى لهنا نخليكم تهلاو فروسكم بزاف نتلاقاو في فلوغ اخر يلا خليكم معايا وتبعوا لاشين وتبعوا الجديد وما تنساوش اكتيفيو الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد. كان معكم مهدي من قناه مهدي ولا الى اللقاء تهلاو.
ما تنساش الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد. الى اللقاء.